الأمم المتحدة تعلن موافقتها على الدعوة السورية بإرسال فريق محققين حول استخدام غاز السارين في خان العسل. أنا مخبي رغيف خبز لأولاد لبنتي ومرتي كيوني لتشوفوا يا مسؤولين، رغيف خبز ما في غيره. في حلب المواطنون صامدون رغم الحصار الجائر. الفكرة أن أنتم تبصوا لمصر أن هي مخزن فيها حاجات كتير، طبعا فيها موارد كتير، فيها أيدي بشرية كتير. مصر الجديدة تتحدى التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات. من تلفزيون الدنيا في دمشق نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. في فلسطين المحتلة ترأس المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس قداسا إلهيا في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، رافعا الصلاة من أجل الحفاظ على سوريا وسلامها وإعادة الأمن والأمان إليها. وأكد المطران حنا أن سوريا ستنتصر حتما على أعدائها وستنهض مجددا، وهي عنوان الكرامة والعروبة والأصالة رغم ما أصابها من دمار هائل ودماء زكية أهرقت وأبرياء ذبحوا باسم الدين والدين من هذا براء. وتمنى المطران حنا في كلمة وجهها في سياق التهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن تخرج سوريا من محنتها لكي تتجدد عافيتها وتعود ملاذا للعروبيين والقوميين والمناضلين، وقال إن لسوريا منا كل التحية والإجلال. أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها قبلت الدعوة التي وجهتها سوريا إلى كل من آكي سيلستروم الذي يرأس تحقيق المنظمة الدولية بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وأنجيلا كاين الممثلة للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة لزيارة دمشق بهدف إنهاء المشاورات حول آليات التعاون المطلوبة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله أمس إن سيلستروم وكين قبلا دعوة الحكومة السورية التوجه إلى دمشق لإنهاء المشاورات حول آلية التعاون المطلوبة لبعثة تحقيق محتملة تابعة للأمم المتحدة. يذكر أن روسيا أعلنت أمس الأول أنها سلمت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدلة تثبت استخدام المعارضة السورية أسلحة كيميائية في حلب. أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن الوثائق والتقارير التي قدمتها موسكو للأمم المتحدة بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا جادة وستجيب على الكثير من التساؤلات، مشيرا إلى أن السلاح الكيميائي يعتبر مادة جدية لا يجب استخدامها كذريعة للتصعيد والوصول إلى أهداف جيوسياسية أو لتحقيق مناورات سياسية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكاي أمس، قال إن نتائج التحقيقات التي أجرتها بلاده في موضوع السلاح الكيميائي بسوريا تشير إلى أن قنابل السارين التي تم استخدامها في منطقة خان العسل قرب حلب خلال آذار الماضي صنعت في مناطق تسيطر عليها مجموعات المعارضة. وأضاف لافروف: سمعت رد فعل ممثلي الولايات المتحدة بشأن عدم اقتناعهم في دقة النتائج التي توصلنا إليها، ولقد أرسلنا حزمة كاملة من المستندات تتضمن أكثر من 80 صفحة موثقة بالصور والإحداثيات الدقيقة لمواقع جغرافية وللعمليات التي تم إجراؤها والنتائج. في سياق آخر، استأجن عدد من الساسة والبرلمانيين والمحللين الروس والخبراء في شؤون الشرق الأوسط إطلاق صفة ما يسمى الربيع العربي الذي تدعمه مشيخات الخليج والولايات المتحدة على ما يجري في المنطقة والذي سبب المآسي والدمار والفوضى في عدد من الدول. ولفت الساسة والبرلمانيون والخبراء الروس في مؤتمر صحفي في موسكو أمس إلى أن من يقف وراء ما يجري في الشرق الأوسط قوى ليس لها أي علاقة بالديمقراطية تستهدف الأنظمة العلمانية التي تعتنق الإسلام المعتدل ولا تسير في ركاب الغرب.
اعتبر تقرير أصدرته لجنة المخابرات والأمن في مجلس العمومي البريطاني اليوم أن تنظيم القاعدة في سوريا يمثل أخطر تهديد إرهابي على بريطانيا، محذرا من عواقب كارثية في حال امتلاك القاعدة للأسلحة الكيماوية. وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن عناصر تنظيم القاعدة الذين يقاتلون مع المجموعات المسلحة في سوريا إلى جانب الجهاديين يشكلون التهديد الإرهابي الأكثر خطورة على بريطانيا والغرب. وفي حال امتلكت هذه العناصر الأسلحة الكيماوية فإن العواقب ستكون كارثية. وأضاف التقرير أن هناك خطرا من أن تقوم عناصر متطرفة في سوريا من استغلال البيئة المتاحة فيها حاليا لوضع خطط لهجوم خارجي بما في ذلك ضد أهداف غربية، بعد أن تسلل إلى سوريا أعداد كبيرة من المتطرفين ومن بينهم أعداد كبيرة من بريطانيا وأوروبا. أقامت رابطة الغوطة الشرقية لاتحاد الشبيبة الثورة في ريف دمشق كرنفالا وطنيا بمناسبة انتهاء المخيم الوطني التطوعي الذي أقيم في مدينة جرمانة. شارك في الكرنفال والمخيم 200 شاب وشابة من اتحاد شبيبة جرمانة الذين خضعوا خلال أيام المخيم 20 إلى دورات دفاع مدني وفنون شعبية وموسيقى وغيرها من نشاطات وفعاليات تطوعية. وكان نتاج هذا المخيم كرنفالا غنائيا وطنيا وقصائديا. وقام بإعداد فقرات الكرنفال فرقة الكورال وفرقة الفنون الشعبية والفرقة الموسيقية وبحضور الأهالي وأعضاء مجلس مدينة جرمانة. نحن بنفتخر بشباب سوريا بشبيبة الثورة طبعا اللي هي طول عمرها منذ تأسيسها لتاريخ اليوم هي شباب الواعد، شباب بناء الوطن، طبعا الشباب السوري كله واعد وعلى أيدي الشباب صامدة سوريا. هذا الكرنفال الوطني الذي نقيمه اليوم في مدينة جرمانة هو من نتاج رفاقنا الشبابين الذين شاركوا بالمخيم الوطني التطوعي الذي أقيم لمدة 20 يوما بمشاركة 200 رفيق ورفيقة. نحن بمعسكر الشبيبة هذه السنة قمنا بالعديد من النشاطات، منها أعمال تطوعية بمدينة جرمانة وأعمال تنظيف كانت لعدت من منطقة شملت أغلب مناطق جرمانة. قمنا بمعسكرات نشاطات يعني نشاطات داخل منطقتنا داخل جرمانة، وكان لنهاية المعسكر حفل قمنا فيه، كان من عندنا حفلة الكورال حفل الفنون الشعبية، هن اللي قاموا بقيام بالحفل. وصلت إلى مطار الباسل باللاذقية اليوم طائرتا مساعدات روسية تحملان على متنيهما 70 طنا من المساعدات الإنسانية مقدمة من الحكومة والشعب الروسي إلى الفلسطينيين المقيمين في سوريا. وكان باستقبال الطائرتين في المطار نائب القنصل الروسي في سوريا فاسيلي غارتوزوف، وتسلمها من الجانب الفلسطيني شاكر جياب السكرتير الثاني للسفارة الفلسطينية والملحق الثقافي في سوريا والمهندس سعيد أبو حامد رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين في اللاذقية. إلى مدينة حلب الشهباء التي يسجل أهلها أصل الصمود ضد حصار جائر يحاول حملة السلاح والإرهاب فرضه ليكسروا ثبات المدينة وسكانها بعد أن سرقوا المعامل والمصانع ودمروا صناعة المدينة. كاميرا الدنيا تنقل الصوت بين الثبات وتأكيد أنهم لن ينحنوا. حلب أم الفقير، اللقب المحبب لقلوب السوريين، هكذا كانت لكنها الآن باتت تعيش حصارا جائرا من قبل إرهابيين رفض أهالي حلب احتضانهم ونبذوهم خارج النسيج الحلبي العريق. الحلبيون صامدون وصمودهم الأسطوري أعجز العالم. الحلبيون صامدون وسيكون النصر عنوان جباههم. الحلبيون صامدون ولن ينال أحد من العزيمة والإيمان. أهل حلب شرفاء الأوفياء للوطن كما كل الشعب السوري الصامد، لسان حالهم يقول فكوا الحصار عن حلب، نحن صامدون بدعمكم لنا ولا مجال للتراجع، والنصر قادم وإنا لمنتظرون. أطالب أنه ينصروا بعين الرأفة علينا يا أخي شوي، يعني هي حلب يعني عين علي شوي، إذا بتريدوا يعني عينكم عليا بتحبوها طيب ساعدوها. ما في لا خبز لا بندورة لا خيار لا خضرة، العالم نشفت
الغاز ايش احكي لك، كل شيء نار. اذا تنزلي تطبخي طبخه بزيت بدك 2000 ليره بتقولي ما عملت شيء. بتلاقي هاي اذا كنتي مضطره ودبرتي، كنتي فحله يعني رحتي جبتي وجيتي بتقولي ما عملت شيء. انا حطيت اهم شيء الخبز، يتوفر الخبز للخلق. لحمه ما هي مشكله اختي بلاها، بس خبز، دواء، حليب للاولاد، 100 شغله. الرجل في الصبح اليوم مره افطر مش اولادي ياكلوا، على الغداء اكل ربع رغيف مشان الاربع رغيف على الطاوله يكفي اولاده. هذا حال كل واحد من بيناتنا. لايمت لينفتح الطريق؟ فتح الطريق بدقيقه بس قطع. هي بعد ساعتين اخذتها في ربطه الصمون. هي اذا ما كفت اليوم وبكره علينا السلام. 250 واللي بعدي اخذها ب 300 ليره. الرجل واقف وراي اخذها ب 300 ليره، راسا ارتفع سعرها. ايش بدنا قولوا لنا ايش بدنا نعمل؟ يعني يومين كمان بنموت. يومين كمان بنموت. انا مخبي رغيف خبز لاولاد لبنتي ومرتي كيوني لا تشوفوا يا مسؤولين، رغيف خبز ما في غيره، واخذ هالربطه الصمون هذا. انا بطالب من سياده المسؤولين يجوا يفكوا الحصار عن هالشيء هذا، هالعالم هي كلها جاعد. يفكوا الحصار عننا، نحن صاير هون في البقدونس ب 75، البطاطا ب 300، البندوره ب 300، صفط البيض ب 800 ورا، جره الغاز ب 9000 ورا. موقف الشهباء واهاليها بات هدفا بحد ذاته، فكل ما قام به الحلبيون خلال الأزمة يثبت أنهم سوريون بامتياز، وسيثبتون مجدداً حبهم لوطنهم والتفافهم حول سوريا الوطن، وسيفشلون كل هذا الحصار الجائر. هكذا كان وسيبقى لسان أهل حلب. وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية عقد شراكة وتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية التي تعنى بتطوير دور المرأة في المجتمع، وأكد فريقا العقد أنهما سيعملان معا على تطوير معهد التربية الخاصة للجانحات تطويرا نوعيا، ليتمكن من تقديم الرعاية والاهتمام بشكل متكامل للفتيات الجانحات بغية تدريبهن وتأهيلهن لزجهن في المجتمع، كما اتفق الفريقان على المتابعة الدورية والتنسيق لإنجاح العمل. الأهمية أولا تأتي من كوننا نعيش في ظروف استثنائية، بالتالي نحن بحاجة إلى عمل استثنائي. النقطة الأخرى، لم يكن هناك رضا كبير لدى الوزارة عن أداء بعض الدور التي تتعامل مع قضايا الجانحين والجانحات، لاسيما أن الأحداث قد أفرزت نوع جديد من الجنوح، هذا يجعلنا نفكر بالكثير من آليات إعادة التأهيل والدمج بالمجتمع. حاليا نحن عم نعمل عملنا الاتفاقية الجديدة مع الست كندا مع الوزارة، طبعا آملين أنه يكون كل شيء للأفضل. افتتحت المؤسسة الاستهلاكية مهرجان التسوق في مجمع الأمويين في دمشق مع بداية شهر رمضان، متضمنا طيفا من السلع بسعر التكلفة. وأوضح مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية هاجم الديب أن الهدف من المهرجان ليس تحقيق أي ربح، وإنما تقديم سلعة خلال شهر رمضان تتناسب قدر الإمكان مع دخل المواطن، علما أنه سيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون في الأيام العشر الأولى من رمضان للمواد الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن النصف الثاني من رمضان ستطرح فيه المواد والمستلزمات الخاصة بالألبسة والتجهيزات المنزلية وكذلك الحلويات والشوكولا وغيرها. ولفت إلى أنه في حال نجاح هذه التجربة فإنه سيتحول إلى فعالية دائمة، إضافة إلى إمكانيات تعميم هذه التجربة في كل المحافظات السورية حالما تسمح الظروف بذلك. تشاركية موجودة، قطاع خاص وقطاع عام، قطاع وطني، الاثنين بمسمى القطاع الوطني لخدمة المستهلك، لخدمة الوطن باتجاه البيع بسعر الكلفة. طبعا هاي ليست التجربة الأولى وليست الأخيرة. يعني اليوم نحن أصرينا على تقديم سلعة بأسعار هي كانت أسعار المواد من شهر، اليوم أصرينا نبيع فيها، وهاي الأسعار اليوم هي بحدود التكلفة، أو يعني خلينا نكون صريحين شوي، هي أقل من سعر الكلفة.
ضوضاء سعرية ما زالت تسيطر على الأسواق السورية، يقف أمامها المواطنون السوريون في حيرة من أمرهم في تحديد أولوية الشراء لتتقلص قائمة احتياجاتهم الضرورية تحت ضغط الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية. لطالما كان شهر رمضان مميزا في حياة السوريين الذين اعتادت أسواقهم الشهيرة مثل سوق الحميدية والبزورية على مر السنين أن تكتظ بالقادمين من جميع أرجاء العاصمة وريفها، وذلك للتسوق قبل أيام بداية شهر رمضان. ولكن الشكوى والتأفف هذا العام هي السمة الأبرز في حديث السوريين. كله غالي، كله غالي، في عالم كتير يعني ما محا تاكو، حرام، ما بيجوز من الله هيك الشيء يعني يعملوا. والله ما انخفض شيء، يعني مبارح مثلا مثال ملوخية 350، البامية 275، ما في انخفاض. والله نار نار نار، يعني ما معقولة. أسعار نار، أسعار بتخوف، مستحيل تلاقي يقولوا لك بدها تتخفض ترجع تتخفض، بالعكس بتلاقيها كل ما عم تغلى، يعني وكأنه مؤشر قد ايش ما انخفض كأنه مؤشر انها بدها تغلى. شايف الأسعار كل ما الازدياد أكثر. هلا برا أسعار مو طبيعية، كل مين بيبيعها كيفه، كل مين بيبيعها كيفه، كل واحد براسه، يعني بتروح بين بقالية والتانية عم تفرق معك 100 و150 و200 القطعة. رأيي إنه رقابة سيئة جدا، بيطلعوا على التلفزيون بيقولوا حنراقب الأسعار، حنشوف التجار، وعودة 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 وما في حدا لحدا. السوريون يستقبلون شهر رمضان هذا العام وسط أزمة معيشية خانقة فرضت ثقلها على كل طبقات المجتمع، كل حسب جيوبه في ظل غلاء غير مسبوق، ولا سيما السلع الأساسية المدرجة أصنافها ضمن الموائد الرمضانية، إذ ضيع هذا الواقع الطارئ فرحة اللقاء بهذا الشهر الكريم بعد وصول الأسرة لحالة عجز حقيقي في إدارة نفقاتها، لتبقى الدعوة لترشيد استهلاكها غير منطقية. الأسواق والتجار ومشكلة الغلاء الذي أصبح آفة لا تطاق هي نفسها في جميع المدن السورية، رصد لحالة أسواق اللاذقية فيما يلي. ارحموا من في الأرض فربما يرحمكم من في السماء، هذا لسان حال السوريين هذه الأيام، وهذه رسالتهم إلى تجار وطنهم. شهر رمضان صار في رحابنا، وما زال الجشع والطمع وقلة الضمير هي من تسيطر على أسواقنا السورية. أسواق اللاذقية تعجب الناس ولام المشتري، والسبب هو الغلاء، الغلاء غير المبرر والذي أكل الأخضر واليابس واجتاح جيوب الناس وقضى مضاجعهم. تنكة الزيت 9000 ليرة أو 12000. الأسعار رقابة كل يوم سعر شكل، وكل واحد سعر شكل، ولا واحد عارض تسعيرة مضبوطة. وقت البقدونس 35، البيضة على الدولار، حتى البندورة على الدولار. الأسعار كل يوم في غلاء عن يوم، ما في ضوابط تموينية. يعني إذا بدك تروح تشتري لبيتك اليوم لو طبخة وحدة، جرب إذا في تحت 700-800 ليرة. أسواق اللاذقية ليست حالة خاصة، مثلها مثل أسواق باقي المدن السورية، والغلاء يضرب يمنة ويسرى ولا يستثني أحدا، ولكن يبقى أمل السوريين معقودا على قادم الأيام أن تكون خيرا وحبا وازدهارا ورخاء. في مصر بدأ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف مشاورته أمس بتشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة، تمهيداً لأداء اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت يوم السبت المقبل. وتشير توقعات إلى بقاء 7 وزراء من حكومة الدكتور هشام قنديل، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والدولة للإنتاج الحربي والطيران المدني والاتصالات. كما سيتم إلغاء وزارة الإعلام ودمج مجموعة من الوزارات حتى لا يزيد عدد وزارات الحكومة الجديدة على 20 وزارة. إلى ذلك أدى المستشار هشام بركات اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور ليصبح المدعي العام الأول في البلاد بعد اعتذار المدعي العام السابق محمود عبد المجيد الذي تم عزله في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
الأحداث المتسارعة في مصر والموقف الرسمي الأمريكي منها والتلويح بقطع المساعدات العسكرية والمادية عن مصر أثارت موجة من ردود الأفعال المختلفة في الشارع المصري. منذ خروج مرسي من صورة الأحداث في مصر، والإدارة الأمريكية تتخبط بتحديد موقفها من الوضع الجديد الذي فرضته الإرادة الشعبية على الأرض، فقد تباينت وجهات نظر صانعي سياسات في الولايات المتحدة إزاء تطورات الأحداث في مصر، والذي تجلى بالانقسام الأمريكي حول تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمصر. البيت الأبيض أكد أن التغيير الفوري في برنامج المساعدات الأمريكية لا يحقق أفضل مصالح للولايات المتحدة. الحكومة الأمريكية ستعطي الأمر ما يحتاجه من وقت لتحدد إن كان ينبغي اعتبار إطاحة الجيش بمرسي انقلاباً، وهو ما سيحدد إن كانت المساعدات ستستمر. هذه الكلمات جاءت رداً على مطالبة السيناتور جون ماكين بقطع المعونة عن مصر إلى ما بعد الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات حرة نزيهة حسب قوله، ما أثار سخط المصريين الذين اعتبروا الموضوع استفزازاً وتدخلاً سافراً بشؤون المصرية الداخلية ورغبة بإضعاف الجيش المصري. هي الفكرة مش في المعونة، يعني الفكرة أن أنتم تبصوا لمصر أن هي مخزن فيها حاجات كتير، طبعاً فيها موارد كتير، فيها أيدي بشرية كتير، فهم مش عاوزيننا نعلى، هم عاوزيننا زي ما احنا كده. النهاردة أمريكا بتعمل كل ما هو في استطاعتها لاختراق الجيش المصري وإضعاف الجيش المصري لتسيطر إسرائيل على المنطقة. تضارب المواقف داخل البيت الأبيض حول كيفية التصرف مع وضع فرضه الشعب المصري على الإدارة الأمريكية التي تفاجأت بسقوط أوراقها في الشوارع المصرية، ما جعل واشنطن تستخدم آخر ورقة بيدها وهي المساعدات المقدمة للشعب المصري بهدف كسره وإعادة تنفيذ أجنداتها في مصر حسب مراقبين. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن موقفه المتعنت بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، خاصة أولئك الذين يدرجون في قائمة الملطخة أيديهم بالدماء حسب التعبير الصهيوني. وبحسب المسؤول فقد وافق نتنياهو على إطلاق سراح 104 أسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية، بينهم 40 أسيرا من القائمة التي ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإفراج عنهم، وقد أدينوا بالسجن لأكثر من مؤبد. وبحسب ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية فقد قبل نتنياهو الإفراج عن 40 أسيرا قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، لكن من دون تعهد منه بالعودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يتم الإفراج عن بقية الأسرى على مراحل بعد استئناف المفاوضات. أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية النظر في الإفراج بكفالة عن الأردني عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة. وقال مصدر قضائي إن محكمة أمن الدولة أجلت الإفراج عن أبي قتادة بكفالة إلى الأسبوع المقبل لتفحص ملف الدعوى أكثر. ووجهت المحكمة إلى أبي قتادة تهمتي التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية والانتساب إلى جمعية غير مشروعة، غير أنه نفى التهم. وجه الادعاء في كاليفورنيا بالولايات المتحدة تهمة الإتجار بالبشر لأميرة سعودية، واتهمها بجلب امرأة كينية إلى الولايات المتحدة واحتجازها قسرا لتعمل كخادمة. وجاء في بيان للمدعين في أورانج كاونتي أن اسم المتهمة مشاعل العيبان. وقالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على 4 فلبينيات في المسكن، ربما كانت أسرة العيبان احتجزت جوازات سفرهن أيضا. وتجري السلطات تحقيقا فيما إذا كان هناك متورطون آخرون في تهمة الإتجار بالبشر.
بعد يومين من بدء المحادثات بين شطري شبه الجزيرة الكورية، أخفقت كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية في التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح مجمع كايسونغ الصناعي المشترك الذي أغلق في أوج التوتر بين البلدين في الآونة الأخيرة، على أن تعقد اجتماعا آخر الأسبوع المقبل. فيما أعلن سفير كوريا الديمقراطية في سويسرا سوسي بيونغ أن بلاده لن تتخلى عن سياسة الردع النووية حتى تتخلى واشنطن عن سياستها العدائية تجاه بيونغ يانغ. وحول المفاوضات مع سول، قال إن البلدين اتفقا من حيث المبدأ على بحث مسألة لم الشمل، وركزا على الحوار بعد أشهر من التوترات العسكرية. إليكم مباشرة عناوين هذه النشرة. الأمم المتحدة تعلن موافقتها على الدعوة السورية بإرسال فريق محققين حول استخدام غاز السارين في خان العسل. أنا مخبي رغيف خبز لأولاد لبنتي ومرتي كيوني، لا تشوفوا يا مسؤولين، رغيف خبز ما في غيره. في حلب المواطنون صامدون رغم الحصار الجائر. فكرة أن أنتم تبصوا لمصر أن هي مخزن فيها حاجات كتير، طبعا فيها موارد كتير، فيها أيدي بشرية كتير. مصر الجديدة تتحدى التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.